لجأت بقايا العصابة إلى خلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية وحتى في السيولة المالية لضرب الاستقرار وزرع اليأس لدى المواطن وفقدانه الأمل وزعزعة علاقة الثقة بينه وبين الدولة. كل وسائل استعملت لتطبيق المخطط الذي كان مسطر للجزائر قبل الانتخابات بما يسمى مرحلة انتقالية وما يسمى دخول في الصف تاع الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا. إذن لجأوا إلى كل الوسائل، إشاعات، الفيديوهات، خلق أزمة تغذية وين ما كانش تغذية. احنا آنذاك الطاقة نتاعنا، طاقة التخزين كانت تساوي ضمان لما يقارب 8 أشهر للتغذية. استعملنا كل وسائل في المطاحن، ضعفنا لهم المادة الأولى حتى يلبي الطلبات نتاع كل المواطنين، ولكن أمور كانت تدبر بليل. ولما استرجعنا العافية والتوازنات بين الولايات في بعض المواد الأساسية وجدنا أن بعض الولايات في شهر قناطير تحسب على كل مواطن، يعني وجدنا السميد والدقيق، وجدنا حشاكم في المزابل كانوا يعطوه الأغنام، كانوا يخرجوا خارج الوطن. المهم يخلق أزمة.